اهلا بحضراتكم من جديد. انقضى الاسبوع الثالث من الدوري، ولكن سريعا جدا بدات التضارب في المواعيد. طه بعد عامر، وبعدين عزت طه مدير لجنة المسابقات الجديد، الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللي الراجل اطلع بالقيام بهذه المهمة في الإشراف على بطولة الدوري وعلى كافة المسابقات لعدة مواسم. ما عجبش الناس، جابوا عزت طه وجابوا الشركة الألمانية، اللي أنا لغاية دلوقتي احنا مش حاسين بإيه هي الشركة الألمانية وبتعمل إيه. ده مش موجود، موجود هذا الرجل، هذا الشاب في تسيير أعمال هذه اللجنة أو المسابقة عن بطولة أو عن رابطة الأندية. أنا بقول لكم ليه عزت بعد عامر. كان الاتهام الدائم للكابتن عامر حسين تأجيل مباريات الدوري. ما ينفعش الدوري يتأجل له، الأهلي ليه بيتأجل له؟ وما كانش الناس بتقتنع إنه في أسباب حقيقية بتدعو لده، إلى أن حدث الأمر من ساعة قبل ما نطلع لكم على الهواء على طول. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 22 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال. سمعا وطاعة. هتقول لي فين المشكلة؟ أقول لك المشكلة إن الدوري الجديد بتاعنا اللي عايزينه ينتظم الجدول بتاعه فيه يوم 22 نفس ذات اليوم مباراة للأهلي مع سموحة. الأهلي يلعب بدورين بقى ولا هو الحاج عامر طبعا كان هيأجل. عايزين نشوف الحاج طه بإذن الله يمكن عنده حل تاني. يعني أنت هتفاجئ إن ما كانش بيحصل غير تطبيق اللائحة. بالظبط. على فكرة اللي حصل مع عزت طه في شباب بلوزداد حصل مع عامر حسين في شباب بلوزداد برضه. الاتحاد الافريقي السنه اللي فاتت اذ فجاه روح يا اهلي العب مع الجزائر في شباب بلوزداد وعنده ماتش هنا. اللي عمله انه اجل الماتش. اعتقد لجنه المسابقات دلوقتي ما عندهاش حل تاني غير انها تاجل مباراه الاهلي وسموحه يوم 22 ديسمبر. والكابتن علي ماهر انا قلت الكلام ده في احد اللقاءات يعني انه بدري ابتدى يقول عندي مشكله ان انا في افريقيا عندي التزامات وهضطر اسافر. فبدا يدرك تاثير المشاركه الافريقيه والسفر على الـ الـ الانتظام و يعني الحاله الفنيه والبدنيه لفرقته. يعني ما كانتش حجج الاهلي لما كان بيقول هذا الكلام، لا كانت حجج ولا تبرير. ان النادي الاهلي عايش هذا الكلام بقاله 7-8 سنين. باستمرار. وانا قلت لك حتى خدها من ناحيه ايه، انك بتوضب الشنطه وبتفك الشنطه وبتسافر وبتغير مكانك وبتغير مناخك وتطلع الصبح تتمرن في مناخ، بعد الظهر تسافر تتمرن في مناخ تاني، وبعد عملية مرهقة جدا جدا جدا، انك في حالة ترحال دائم. هنشوف الاندية هتتعامل ازاي كلها، وبعد كده هنقول هل كان الاهلي معذورا وعنده اسبابه الموضوعية لما كان يشكو من هذا الامر، وكان التأجيل في مجاملة ولا كان في ارهاق على الاهلي في المسابقة المحلية. مؤكد انه الاهلي دايما هو اللي بيدفع الثمن نظير مشاركاته الافريقيه وتعارضها مع المواعيد المحليه اللي النهارده كان واحد منهم، تلعب مع سموحه يوم 22 ديسمبر وتلعب مع شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر. 22 ديسمبر ده هيعملوا فيه ايه ولا ايه؟ طه عزت مدير لجنه المسابقات، الراجل كان عنده حلم في انتظام جدول الدوري. نشوف هل بقى استاذ طه اللجنه أو بمعنى اصح كده الشركة دي بتعمل مؤجلات، ولا هنا الأندية بتطلب منك مؤجلات، ولا أصلا كلمة مؤجلات دي مش موجودة في القاموس أصلا لا عند الشركة ولا 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 عندك؟ ما خلينا نتفق على حاجة يا استاذ. اتفضل يا فندم. احنا النهاردة عايز دوري محترف. ايوه. لازم يكون دوري منتظم ويحط تحت منتظم ديت 100 خط، يعني منتظم يعني مش قصة مؤجلات بس، ولكن ان يكون ما يكونش في فريق بيلعب مضغوط كل يومين او كل 3 ايام، فريق تاني بيلعب كل 30 يوم. برافو عليك، مظبوط 100%. حطها كنقطه مهمه جدا. برضو هو سؤال افتراضي، اذا كان هناك طلب للمؤجلات
فاصلا في ده ولا فيش حاجه اسمها مؤجلات؟ يعني برضو عايز افهم. هي المؤجلات. يعني ايه مؤجلات الاول؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، في هيكون في مؤجل، هيكون في مؤجل الفتره اللي جايه. لان انت النهارده النادي الاهلي كان المفروض عنده ماتش 13/12، وهو عنده ماتش في الفيفا انتر كونتيننتال 14/12. مظبوط. فكان عنده ماتش في دوري ابطال افريقيا. فاكيد اكيد الاتحاد الافريقي هيغير الماتش ده واجل الماتش ده، هيحطه في مكان ثاني. هيحطه في مكان ثاني موجود للاهلي عنده ماتش في الدوري. هي في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ لازم تدور على مكان تاني للماتش بتاع الاهلي في الدوري، صح ولا غلط؟ ماشي. فدي دي اللي دي اللي تسمى مؤجلات. ما هو الراجل واقعي، اي واحد مكانه هيقول الكلام ده. ما هوش ساحر يعني. مش هلعب دوري تخيلي ان العب اثنين مسابقتين في نفس اليوم في نفس اللحظه ومطالب انك تكسب في الاثنين. يعني الاهلي عملها مره واحده لما شارك فجأة عشان ودافع الثمن وخرج من افريقيا. لا، وهو كان عارف انه لانه بيلعبها بفرقه من 13 واحد ما سافروش، لكن كان بيوقف مسيره المنافس اللي كان بيخش مكانه، كان هيلحق بيه. طيب. فهو الراجل واقعي جدا وقال لك هيكون في مؤجلات، طالما ان في تضارب في المواعيد بين النشاط الافريقي والنشاط المحلي لازم يكون في مؤجلات. طيب، ده للناس اللي كانت بتقسو على عامر حسين، وممكن تقسو دلوقتي على عزت طه، لانه الكلام على انه انت بتاجل والدوري مش منتظم. خدوا بالكوا حاجه، القاعده انه المسابقه الاعلى بتفرض مواعيدها على المسابقه الادنى، بمعنى انه مواعيد الاتحاد الدولي ملزمه للاتحاد الافريقي، مواعيد الاتحاد الافريقي ملزمه للاتحاد الوطني، فبالتالي الكاف بيحط مواعيده وهو مغمض ملوش دعوه. لما تتعارض في اي دوله يبقى الدوله هي اللي تغير، زي الفيفا ما بيعمل، واي قاره تغير. فبالتالي اللي عمله عامر حسين اكتر من مره مع الاهلي ومع بيراميدز ومع الزمالك ومع الفيوتشر في دوري الابطال والكونفدراليه هو اللي هتعمله اداره المسابقات دلوقتي. اذ فجاه الكاف قال لهم يوم 22 الاهلي عنده ماتش مع شباب بلوزداد، اتصرفوا انتوا بقى. فما عندكش حل تاني، زي ما الاستاذ طه عزت قال لك الحل الوحيد ان احنا ناجل. هيطلع الناس دعاة الانتقادات والاهلي بيتاجل له اهو من دلوقتي. انت ما عندكش اجنده مسبقه. الاتحاد الافريقي نفسه عنده مشكله انه الرزنامه بتاعته ما عادتش زي الاول. الاول كان الامانه العامه للاتحاد او الامين العام للاتحاد يطلع من الكاف نيوز في البدايه المواعيد الكامله للموسم القاري كله، وكان يقول لك احد ايام 1 2 3. المسابقات كترت، المسابقات كترت والحقوق التسويقيه زادت وبقت فيه تدخلات كتيره لازم تتعمل. فانتم متخيلين ان دلوقتي يتفرض ميعاد لماتش بلوزداد وعليك ان انت تغير؟ ده اللي الاهلي هيضطر يتاجل له. ولو كان بيراميدز او كان الزمالك، بيراميدز في دوري الابطال والزمالك والمصر في الكونفدراليه، كان هيحصل لهم نفس الترحيل في ده. هيحصل حقيقي. لكن هم حاولوا يزوقوا المساله، قال لك اسمها ما اسمهاش مؤجلات، اسمها اعاده تعديل مواعيد. ماشي يا عم، سموها باي اسم، المهم ان اديكم شايفين بلاها سوس وخد ناديه. اديكم شايفين الامر بيحصل اضطرار ازاي عشان ما تظلموش لا السابق ولا الحالي ولا اللي هيجي بعد كده.